بهني شركة السعيات أولا بشكرها أن هي أتحت الفرصة أن أجي هنا وأبقى معاكم ونشوفكم كلكم كده وبقالنا كتير ما تقابلناش وأوي مش ناقص نمت أنا قلتها كرمنا
عاملين السؤال ده كده شايف منه. يا بتكسب دوبلي تروح غدر عفريت الحب عليا حضر وده قلبي وسنه يا تاكد ماشي وتجرب قمار اكرمني يا حب وحياة أبوك وانا جيت صحابي دي اكرمنا قعدت تقول اكرمنا يا حب لحد ما لبست البرنيط حتى انت يا عمرو الحب علم عليك هي قالت لي صوره ولا دي وايه عشان اتخنق دي واحده بس ده في أي مكان في عيون باصين حواليك ويعني أول ما يبان
مش عارف بس انت
يلا ركز انت كمان يلا. إلا كلمتين اللي الأوان لين عشنا يوم جميل أحلى ما فاين واحدة واحدة علينا بس ميل وهعيش عمري هنا ممكن ارجع لحق بورس عديد طبعا نجيب الدول المصري ايه المشكلة ايوه يلا نعمل بس
عايزين فرقة تشتغل بقى عشان نعرف ان احنا معانا ناس اساتذة والله. هنلعب بقى حاجة بعضنا كده، غير كده. ماشي. بص أنا هقول لكم حاجة، أنا أي حاجة في ستايل المزيكا دي عارفها، فأنتوا عايزين إيه يعني؟ أي حاجة؟ يعني أنا بالنسبة لي مش عايز أعمل حاجة ليا. مش مبسوط من نفسي يعني. طب تعالى اعمل حاجه كده، اطلع شوط ما فوق ينفع بس مش مبسوط. هنقول طب انت لسه زي ما انت قمر في عيني، احلى عمر قلبي كملك وجيلك، واما تيجي في الكلام سرت تفرق يا حبيبتي الغاليه دي بنت القصور، مستحيل اقبل في حقك اي كلمه، انت اعلى زي ما انت عندي زي
هو في الحفلات دي هي حته كده انا قديم وعارف. بص بقى يا عم اشتغل هبل بقى شويه يا عم صح؟ اه انا اعرفكم والله نص اصحابي ما عارفين اغاني اه ما هو كده بس بهزر 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 حبايبي هنرجع ورا خالص يلا استغرب ليه؟ استغرب ليه اني حسيبك دلوقتي عرفت اني حبيبك يا عم؟ اه ركز بقى معايا كده وتعالى تعالى I'm gonna make you mine.